السلام عليكم، حياتك في شخبان شو تمام؟ جيتكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ ميمز. ما ادري الصراحه، ما عندي اي شيء يزقه معي، فبتفرج ميمز صراحه. فلا تنسوا لايك واشتراك وسوي جرس صندوق تابعوني عليه كم، تابعوني اسناب بعد. وليتكو نبدا المقطع. من الزرة، لو اجيت متأخرة بتدخلني على امتحان؟ ايه بشري، ولا يهمك، يعطيك العافية دكتور. وانا لا، هي بس انت لا. انا جاي من الزرقة كمان دكتور. يا الله، جاي من لندن. هي وانت لا. يلعن امه الدكتور الخروف. مو يلعن امه هو، انا اقصد الخروف. هذا خروف دبل دبل اكس بي يا رجال. صار هذا هي اي وانت لا، هي وانت لا. ليه يا دكتور؟ شو مالك؟ شاف صورتها خروف. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. بالله بقمه، انا اتفصل عندهم دايم؟ انا افصلك اليوم ذوبين ثلاث. لا لا، كل يوم لا، تكفي تكفي. لا، ما كل يوم. في الماضي يقولون ان الديناصورات تطورت من الدجاج، والدليل صوت الدجاجه في البدايه. اسمع، Who's we? There is no we. زوجة السوداني بعد ما طلبت الطلاق وعرفت ان زوجها تم تعويضه فقالت له صرنا قنية، ويقول له we it's not we. يعني مو نحن، انا الحالي. والله يا السوداني اقسم بالله امو دعيت لي. ابليس عليه السلام، عليه اللعنة. وفي نفس الوقت ملاحظة بنص المقطع، احيانا تشوفيني في مقطع وجهي قاعد يضحك والمقطع الثاني ساكت. ليش؟ لان اكون بقص بقص لقطات. تعرف انت ايه قرني فرتين. سبحان الله، انا طارة واجيد استخدام الاسلحة بس ما اجيد المعاشره الزوجيه للاسف. ما المعاشره الزوجيه بس. لزلز جاب العيد. يا احمد. ايوه. انت اخذت من الدنيا ايه؟ ها؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟ خد. كنت قاعده مره جواها سام. شام شام يا شام. شام كيف حالك؟ شام يا شام. شام شام كيفك؟ شام بدنا اشي، بدنا اشي لكرميش يا شام. اشي لك شام قاعد. الله جحود انت مقسم. كرميش كرميش. يلا تفضلي. الحمد لله. شام. الو. شام حافظه اشي لكرميش؟ ايه. لكرميش حافظ. الرسول واصحابه واللي موجودين بيجون يعتمرون فين؟ في مكه. في يوم جو مكه، جو كفار قريش عند اهل مكه، قال اسمعوا صلوا على محمد. قالوا اللي ما فهمها وجاي يخرب الذبانه صراحه. الكفار كفار، كيف يقولون صلوا على النبي؟ فهمتوا؟ புண்டை பந்தல துட்டிலாம எங்க புண்டை பந்தல அவர் பார்த்த 30 ரூபாய் தரைய மாட்டுகிற ஒரு புண்டை ஜெய மாட்டுகிற ஏ தாயில அந்த 100 ரூபாய் அங்க வச்சிருக்கல நாயக் பந்தல 100 ரூபாய் அங்க வச்சு நாயக் பந்தல யா حرام استغفر الله. واحد اهبل قوي 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 ماسك كيس بيقول له صاحبه اهبل منه، بيقول له لو عرفت فيه في الكيس ايه حدي لك نص السمك اللي جوه. قال له عرفت في البحر. شباب ضحك لانها حلوه. استغفر الله من عن ام السماجة. اني مسويه تبييض لاسناني مرتين، تبييض ليزر، بس ما استفدت لان انا اسناني من انبوني لون شي بهذا اللون بهذا البياض. من انبوني نن علي ريلي بوري نن علي
مني بوني لي الرجال هذي تفهم عليه اكثر قاعد يقول ايش قاعد تقول دي اسناني بيضة اسناني بيضة حطيت الحبات مني بوني لي اسناني بيضة حطيت الحبات قلت لها نبغى نرجع ابها ومدري انت اصلا حب البرد يا يعني ماما تقول لك لا تطلع في الشمس Here we go, money talk. Here comes the money. Dollar, 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 dollar. Ching, ching, bling, bling. هذه 5 مليون توصل رسالة الوحدة من الوحدة من أكبر. لا لا أقول لك هذه أنا ما أبغى مشاكل. شوف لي حرك عصاك والمصحف تقحصك ليمون حط ليمون حط هذا حط هذا هذا ما بفهم يا ولد حطه يا ضحك انت خالط كل شيء وقفت على هذا يعني ابكى اضحك يا خبل ابكى اضحك لا انا امي تاكل من دوني كم يوم وقايل لكم صلوا بالمسجد ومحذركم قاعد انصحكم انتوا شبلاكم انتوا شبيكم مساء صلاه الجمعه ما تروس المسجد الحين ما في احد توني طالب الصلاه فشلتونا قدام الله الله شنو يقول علينا الحين عشان كذي ما في مطر كله معاصي يلوون بالشوارع مناشد وزاره الاوقاف ايه اجل سكروا المحلات وقت الصلاه خلوا الناس كلها تصلي بالمسجد مو قاعد يفطروا بالشارع ماكو شيء يضحك ليش تضحك؟ خبيث قاص على العالم تضحك روحوا صلوا روحوا صلوا فضحتونا قدام العالم احاول اصور نام كم تسولف بدو يلا 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 مسجد يلا 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 نعم انا فرعون جد المصريين ما زلت على قيد الحياه والان سوف افتح بثي مباشر انكسرت الشيء استر هل تعلم هل تعلم هذه ابتدائية اللي عندنا شوف هذا ايش كان اسمه واردو هيش واردو ايش واردو مره بطل مره احبه مره الولد مهري خيل ابيض كله مخوة جحش ولا الخير ما عم صرت رياضة أحس هذا مين؟ هذا ما كان اسمه الحقيقي بندر ومثل جسوم مسلسل نوح العين بطلع لكم صورته جنبه هو ولا مو هو يا شباب انا اكثر شيء اكره لي تمطق يا اخي تحط لك مبتمك سكر تمكس يا اخي جدف باتمان would never hit a defenseless woman funny i don't have that problem شو وضع البنات اللي يعني كذا تضربك وتسوي اي شيء تبيه اخر شيء تقول الرجال ما يضرب بنات لا يضرب ويكسر راس ويربي بعد ايه لما تجي تتعدى حدوده اضربه واكسر راسه زين اقسم بالله ناس فاضيه قال ايش الرجال لازم ما يضرب بنات لا يضرب اذا تعدت عليه الرجال مين اللي ما يضرب بنات اللي هم اهله اوكي يعني غرض التربيه الزايده اللي يضربهم يعني مره ضرب حمير اول يضرب بنت بدون كذا اي سبب بس مسويين فيها الرجال لا اما اذا تعدت حدودها اضربه واكسر راسه زين طب بقول لك ايه ابعت اللوكيشن جاي لك دلوقتي يلا سلام اللوكيشن ايه ابعت اللوكيشن جاي لك دلوقتي انجز سلام سلام بس خلاص ماشي لوكيشن ايه اللي انت بتتكلم قسما بالله انا مش مسد عجبني الميم نفسه خلصنا خلصنا شو كم دقيقه 16 دقيقه بس صح 20 دقيقه يا عيال 20 دقيقه تصوير الحين برجع بصور مقطع ثاني بعد ما ادري متى بينزل يمكن انزل هذا الخميس وذاك السبت والله صراحه ما ادري بس بشوف اي وقت
اقدر انزله انا اصلا. تعال سلم. يلا روح. يلا انا امسك الباب وطلع. الى هنا كصنات الحلقه. لا تنسوا لايك واشتراك حسابات مدير تاع صندوق وسط، تابعوني عليها كامل، تابعوني على سناب بعد، وصلوا على النبي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، وسلمنا على ميمي.